صل على محمد وآل محمد. صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، مقرين غير جاحدين، ونشهد بأنه قرآن عربي مبين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم عليم، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وأوصل اللهم ثواب ما قرأناه وأجر وبركات ما تلوناه من كتابك العزيز المنزل المنزل على لسان حبيبك وصفيك المصطفى الصادق المرسل، تحية واصلة ورحمة نازلة داخلة إلى روح وضريح محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وإلى أرواح الأئمة النجبى، وإلى روح الشهيد السعيد علي حسين نعمة، وإلى أرواح من قرأنا وختمنا لسببهم السعداء المتوفين من المؤمنين والمؤمنات. أنت يا رب. سهل مخرجهم والآن عدوهم. واحد قصة